الإصرار على إعادة جميع الهاربين كانت عملية صعبة، وخاصة تجار السموم اللي بيدافعوا عن تجارتهم بكل شراسة. القضاء على بؤر الإجرام ما كانش ممكن يتم من غير دخول تكنولوجيا جديدة تساعدنا نكون أقرب للعناصر الإجرامية من نفسهم، وتخلي عيوننا كشفة كل مكان. السحر والجمال كان اسم على غير مسمى لأسوأ بؤرة لتجارة المخدرات. اتجمع فيه عدد كبير من الهاربين، مسلحين محصنين في دوشن، وقدرنا بالأجهزة الجديدة والتقنيات الحديثة إننا نكون خريطة كاملة لأماكنهم وتحصيناتهم. وبالتطوير في العنصر البشري وصلنا، واخترنا نمشي مسافة طويلة مفتوحة وخطرة عشان نضمن السرية، والتحدي كان أرض مفتوحة. في الليل دخلنا أرض السحر والجمال. رجعنا السحر والجمال للأرض، سيطرنا على الوضع بشكل كامل وفي أسرع وقت، واللي حصدناه منها خلال أيام طويلة من البحث أكد لنا إن كل عدد المجرمين الهاربين ما ينقص، كل ما مهمتنا هتكون أسهل. السحر والجمال ما كانتش البؤرة الوحيدة، كان في زيها عشرات.